بتنظيم من الأكاديمية الدولية الرياضية، أقيم مهرجان تحت عنوان تخليد ذكرى شهداء الواجب الأردني الذين ارتقوا أثناء مواجهة بطولية لأعداء الوطن وجماعات الإرهاب والتطرف وشهداء فاجعة البحر الميت في الحادثة التي مست كافة الأردنيين. ونشعر بالفرح وليس بالحزن عندما نستذكر البطولات المشرفة التي يسطرها شهداء الواجب الأردني والذين ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء للوطن والعطاء والتضحية بأرواحهم، ليبقى الأردن عزيزاً شامخاً. وإحنا اليوم من أيام الوطن العزيز الغالي علينا، على كل أردني وأردنية وعلى صاحب الجلالة الهاشمية. إحنا اليوم الأكاديمية الدولية للرياضية ذكرى شهداء الأردن، رايحين نخرج دورة بعون الله تعالى باسمها ذكرى شهداء الأردن كامل. دأبوا النشامة الأردنيين في الدفاع عن حياض وثرى الأردن. هذا الاحتفال يأتي في هذا اليوم المبارك في قلب مدينتنا وعاصمتنا الحبيبة عمان، تجسيدا لروح المشاركة والتعاون ما بين الهيئات العامة الشعبية مع توجه دولتنا في محاربة الإرهاب. وتضمن المهرجان الكثير من العروض، منها الشعر والقصائد والأغاني الوطنية، وعرضاً استعراضياً رياضياً وآخر درامياً يتحدث عن التضامن الإنساني من أجل الأطفال. كما تخلل المهرجان عرضاً رياضياً لفريق الأمن الدبلوماسي والدوائر. نشارك اليوم في هذا المهرجان بفعالية تحطيم الصخور وفنون قتالية. شاركنا في هذه الفعالية وبطولة شهداء الأمن العام السادسة اللي كل سنة بتنظمها الأكاديمية الدولية الرياضية، وكل سنة الحمد لله رب العالمين بناخذها احنا كجهاز أمن عام، نشكر الله عز وجل يعني بالمهارات القتالية والفنون القتالية. طبعا أنا كأول مرة بشارك في احتفال تخليد الشهداء، بندعي لهم بالرحمة إن شاء الله، وعاش الأردن وعاشت القيادة الهاشمية، وإن شاء الله يا رب يديم الأمن والأمان على أردننا الغالي. المهرجان جسد روحاً غائبة للبسالة والشجاعة لشهداء بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة واستقراره واللحاق بالركب الصالح من الأردنيين الأخيار ممن سبقوهم.